للمزيد ينضم إلينا من مدينة واد مدني الصحفي السوداني محمد الطيب. محمد، أول ظهور منذ أشهر لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو، ما أهم ما جاء في الفيديوهات التي انتشرت له، وكيف حتى تفاعلت الأوساط السودانية مع هذا الظهور؟ مساء الخير، تسابيح تحياتي لك وللمشاهدين. بالفعل هو أول ظهور لقائد الدعم السريع منذ أشهر، خاصة يعني بعد الشائعات عن إصابته أو ربما مقتله. الآن تضج الأسافير بهذا الظهور بين مشكك في الفيديو من الأصل من صحته، باعتبار أن يعني بعض التقنيات والتكنولوجيا مستخدمة لإخراج هذا الفيديو، وبين يعني من ما زال يتداول الفيديو من هنا ومن هناك. يرى مراقبون تسابيح أن يعني ربما باشتداد المعارك، يعني تحولت مسارح المعارك لمناطق معينة. نتحدث عن قاعدة وادي سيدنا التي يعني تشهد توترات منذ أيام، أيضا بالقرب من سلاح المهندسين جنوبيهم درمان وغربيهم درمان. أصبحت هذه المناطق هي جبهات القتال إن صح التعبير الجديدة، والتي تشتد بها المعارك. يرى مراقبون أن ربما اتفاق جدة قد أنجز بالفعل أكثر من 75% رغم عودة وفد الجيش السوداني، ولكن هناك إشارات في بيانات الطرفين بربما يعني الاستعداد للعودة مجددا، خاصة ربما على الأرض. يرى مراقبون تقدم الجيش في بعض المناطق، خاصة بعد يعني نزول قوات العمل الخاصة التي تتقدم في مناطق عديدة. أيضا يرى البعض الآخر تقدم قوات الدعم السريع في بعض جبهات القتال، وربما استعمال أسلحة لم تكن موجودة من قبل في غضون الأيام القليلة الماضية. يعني ظهور اليوم ربما أيضا نتوقع تصعيدا عسكريا، عفوا تصعيدا إعلاميا. تعودنا على الاستجابة السريعة من جانب الجيش السوداني، خاصة يعني في عديد من الشائعات ربما يعني يظهر رد للجيش السوداني لظهور قائد الدعم السريع، الذي كان في بيانه إشارات عديدة ربما أشار لتحكم المؤتمر الوطني في قيادة الجيش. واللافت هنا أنه تبرأ من المتفلتين، يعني ربما أصبح من يحتل المنازل من قوات الدعم السريع أصبح هدفا مشروعا ربما للمواطنين أو حتى لقوات الجيش السوداني. تشهد ربما الساعات القليلة القادمة مزيدا من التصعيد ربما الإعلامي أو العسكري حتى تسابيح. نعم، سنتابع معك كل ذلك من مدينة واد مدني الصحفي السوداني محمد الطيب، شكرا جزيلا لك.